السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال. خليك معي لحظة، الأخت نجلاء تسأل ايش يعني زاوية؟ مسجد صغير يا أخت نجلاء، تفضل تفضل يا حبيبي. حضرتك معايا؟ معك تفضل. وليه واحد صاحبي شغال في مركز لإزالة الشعر للرجال. مركز إزالة الشعر للرجال؟ يعني يزيل الشعر بالليزر للرجال. هو شغال يعني هو تمريض بس شغال في المركز بيشيل الشعر للرجال مثلا في الرجلين او الظهر او كده. طيب وعايز يعرف الفلوس اللي بتجيله من المركز ده يعني حلال او ولا حرام. يعني هو بيزيل شعر العانه يعني ولا شعر الرجل وشعر الظهر وشعر الصدر؟ وممكن العانه ساعات بيحدد مثلا الدقن او كده. لا على حسب العمل يعني، إذا كان بيزيل شعر تحرم إزالته أو يحرم النظر أو إلى موضعه يأثم، لكن لو يزيل شعر مباح إزالته لا يأثم. يعني لو يزيل شعر الرجلين مثلا العانة أو نعم شعر العانة ما ينفعش أصلا ليه طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. تمام نعم شكرا لحضرتك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام.